تسأل عنه يا أبو مرزوق؟ ثلاث الحمار تبعه نشيب الحرق. نشيب الحمار؟ إيه. وينه هلا الحمار؟ أنا ربطته جنب السبيل. ما لقيت حدا سرقه؟ أنا عملت اللي علي والباقي على الله. مين قال لي اترك الحمار بالحرق؟ خلاص خلاص أبو مرزوق، أنت روح على بيتك، أنا بلاقي له حل لهذا الحمار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ربي على هالعلا. وين دي الوحفة هذا الحمار بنصاصة اللي علي؟ الحمار بره برد دياب؟ ايش بيها يا فوزية؟ اخي وصاحبي ابو قاعود نسيان حماره بالحارة. ام بدكم يسرق يعني؟ لا حاشاك لا، بنضيفه قوم اعمل له فنجان قهوة كمان بعدي. لا فوزية ما وصلت هالمواصيل. بعدين فكري شوية وخلي بقلبك شوية رحمة، بكرة إذا سرق الحمار بيلومني صديقي أبو قاعود لأني مو قد الأمانة. ولك أنت بدك تجنني، من أينتك عن الزبال أبو قاعود صديقك؟ بعدين افترضنا إنه سلمك هالأمانة، هو قال لك تبيت عنا بأرض ديار عنا هون بالبيت؟ لا بس ما بصير شوف حمار صاحبي وما استقبله ببيتي لبين ما يرجع أبو قاعود وسلموا الحمار بإيده. حبيبي إذا كل هالقد خايف على حمار صديقك، بيته برات البيت ونام أنت قدامه. لا يا فوزية، بدك ليه نام بالزقاق جنب الحمار؟ لا حاشاك تقبرني، تعال نايمو عنا بالفرشة. لا لا مو حلوة نايمو هون جنبنا بالفرشة. بس يا فوزية أبو بدر وصلت معي لهون. ها طيب خلاص مثل ما بدك. شرف فيصل، بس ما كان عشمي فيك هيك بلوب يا ابو الدهر. لك انا بفديك بروحي، شو عم تحكي انت؟ لك روي فيصل روي، انت اخي وصاحبي، قلت لحالي تقلت عليك كثير مشان هيك لقيت هالمطرح وجبت لهدول الجماعه حطيتهم جوا. الله يسامحك يا ابو دياب، الله يسامحك. ولك انت اخي بعهد الله، واللي بيصير عليك بيصير علي، ولك وبكون ندل اذا بتركك لحالك بهالمعمعه. كفو فيصل، والله انك كفو، والله انه مرباك غالي كمان. انا ما راح اتركك لحالك هون، وحياة خالقك ماني مفارقك لتخلص هذا الموال اللي براسك. مش يا عمي ما بدك، وش كان هيك مسيك هالفرد خليه معك. انا واصل على الحاره، راح اجيب الطنبر وارجع وبحكي لك القصه من طلطه للسلام عليكم. بس انت خلي عينك على الجماعة. سلام عليكم. مهوني يا ابو دياب، مهوني، الله ييسر لك طريقك. لك نح خذ كل من ايدي، حاج تاكل الارض. هدول خفصات لقيتهم قدام دكان ابو مرزوق. خذ خذ كل اللي لشوف. احكي وين راح معلمك ابو قاعود؟ ما قال لك ليش تركك بالزقاق وشمع الخيط واختفى؟ الله يكبر عقلك يا ابو بدر، لك معقولة تحكي مع الحمار؟ شو بدي اعمل يا ابو فارس؟ هذا ابو قاعود مدري شو قصته، سارك الحمار والطمر بالحارة ومختفي. لك قد بكون راح يقضي له شي غرض وشاي، هلا بياخذ الحمار والطمر. هيك رأيك؟ امشي امشي لحالي اشرب كاسة شاي عندي تعال. والحمار؟ شو بالحمار لك ابو بدر؟ ما راح يطير، ليكو قدامنا لحالي خلصني. وينك نح؟ خليك هون، لا تروح قلني هون ولا هون واقعد دور عليك. لك ابو بدر شبه نرجع للحمار مره ثانيه، عم اقول لك اتركه والحاني لحتى نشرب كاسه شاي. يلا اجيتك نح، انا راح اقعد عند ابو فارس اشرب كاسه شاي. اذا بدك شي مني اندهلي، بتعرف كيف بدك تندهلي؟ ماشي خذ كل هدول ان شاء الله صحتين. حمار شو بدك منه؟ لك خايف يكون لازمه شي شغله. ما راح يكون لازمه شي، سيك دق لي هالشايات لشو. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عيني عليك يا فارس، عليك شايات غير شكل، اكرك عجم. لك مدري شلون الشاي عندك له نكهه ثانيه. صحة وهنا، بعمله انا على نار هادي اقل من مهله هيك بتكتك وبيطلع طيب. مسا الخير. اهلين ابو قاعود. مسا الخير. الله يمسيك بانوار النبي، لك رحمتني يا ابو قاعود، حمدي على السلامه، اشتقنا لك. الله يسلمك يا ابو بدران، اشتقت لك كثير. سمع عني فارس. الله يسلمك يا ابو قاعود، اللي وين كنت لهلا؟ والله انشغل باله كثير عليك ابو بدر. اي والله الله يديمكم، والله كان في واحد صاحبي صاحبي شرواكم بالخير، طلب مني ضف له ارضي يديار عند الملو. هلا يا حاتك خلصت. يعطيك الف عافيه. يعطيك العافيه يا ابو قاعود. جيب هالكرسي تعال اشرب لك كاسه شاي. والله ما في اطيب
يحري ما استفعدته يا نار. عاد 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 لا تفكر همه، أنا طعميته وسقيته وريحته على الآخر للحمار. يا دول حمار يا عبدة، ما بصير العمى بتشرح له داخليته يا زلمة. خلاص لا تقول عنه حمار يا أبو بدر. خلاص ما عاد 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 لا تقول عنه حمار على أساس عبدة شطا. خلاص خلاص ما عاد يقول حمرة. لا لا تعصي حمزة على السلامي. الله يسلمك. طلع مثله مثلنا. لك أبو قاعد هلا الحمار مثله مثلنا. يا تقولوا له غير معنا. خلاص نح سمعت وشفت شلون يا ماما. صب يا ابو قاعد صحتين وهنا. لا قلبك يا عم يا فارس. صحة ابو قاعد صحة على قلبها. بس ما ممكن بدي اقول لك احكي لكم نكته. احكي لنا نكته بس ما تكون قديمه. لا تازه يلا. هلا يا سيدي، في واحد شروح حكايتي زهب. ايوه راح حتى يخطب من عندهم من الحاره. ايه. سالوه اهلها يا البنت وشو بتشتغل صغره؟ قال لهم ايش مو باين معكم من ريحتي. الله عليك يا ابو قاعد على النكته. يا عيني معقول ما في من الضحكه. يا عمودي يلا يا بنت نروح على البيت. رح احكي لها النكته لفوزيه قبل ما انساها. عايش حوالك ابو قاعد ما تخلي كان يوحى الكرسي لابو بدر. ما قلت لي لك ابو قاعد انت متجوز؟ لا والله ما عندي متجوز. يا تكون تجوزني عمتك انت الثاني. معقول جوزك عمتي لك ابو قاعد؟ جارنا بالحاره في عنده بنت على وش جواز، والجماعه اوادم وما طالبين غير الستره. شو عم تتمسخر علي عمي ابو فارس؟ انا خارج اجواز. لا يا ابو قاعد لا، انا اتمألس عليك جد عم احكي. لا عم ياش سلام عليكم يروح على البيت. لك عود بقى ما بتستاهل، كلها ساعتين ثلاثة وبيطلع الصباح. اخو ما رأي انت عم يا فارس؟ انا بدي نام ساعتين ثلاثة تصبح على آخر بلعة. مع السلامة يا أبو قاعد.